الكثيرين منا ينساقون، ويا للأسف يقول الرئيس، لأسباب مفتعلة باطلة، إلى سقوط أخلاقي، سقوط حضاري يتنافى وكل مقومات المواطنة الصادقة المسؤولة. لما كنت في هذا الشعب ونذرت حياتي لخدمته ومقاسمته سراءه وضراءه، يملي علي الضمير والمنصب حيث بوأني بمحض اختياره أن أصارحكم وأقول لكم إنني متوجس خيفة مما قد يقدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا، أعتز أغرتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد، حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا. إنني أرى جموعا من الأدعياء السياسة تعمد صباحا مساء إلى بث الخوف والإحباط في نفوس أبنائنا هذا الشعب وبناته، وإلى هد ثقتهم في الحاضر والمستقبل، إلا أن أراجيفهم ولن تنطلي على هذا الشعب الأبي الأريب الذي يمقت الشر ومن يتعاطاه، ولا يروم سوى الخروج مما بقي من تخلفه بتحويل طاقة شبابه إلى كل شبابه إلى حراك وطني شامل عارم يبني ولا يهدم. نحن الآن أمام حالة اضطرار إلى أعمال الحزم والصرامة في الدفاع عن هذه الدولة، فهو واجب دستوري، واجب قانوني، واجب شرعي وأخلاقي، لا يجوز لا تأجيله ولا التقاعس عليه. يجب على أخيار هذه الأمة أن يتجندوا ويتكاتفوا من أجل رص بنيان الجبهة الداخلية ردءاً لمخاطر السياق الراهن في منطقتنا التي تعج بشتى أنواع الاضطرابات والتهديدات. إن بناء هذه الجبهة يواصل، والرئيس هذه الجبهة الداخلية يعنينا جميعاً، ووسيلته الكلمة والمواقف. ولما كنا نؤمن بفضائل الحوار ونحبذ الجنوح إليه ونقبله مع من خالفنا في التصور السياسي لتدبير شؤون البلاد ومن ناقضنا بأحسن مما يأتي به، لا نرى ضيرا في أن نطرق باب هذا الحوار على أن لا يكون من يأتي إليه ذا مواقف أو موقف مبيت على المساس بما هو قائم بمقتضى الدستور ومكرس بالإرادة الشعبية الصريحة. الجزائر باقية وستظل بإذن الله عزيزة كريمة بأخيارها. في مثل هذه المناسبة تجب التحية لكل من هم جديرون بها من خدمة الدولة بمؤسساتها وإداراتها، إلى رجال الجيش الوطني الشعبي الأشاوس، إلى ضباطه وصف ضباطه وجنوده البواسل، وكافة أسلاك الأمن الذين يدافعون عن حمى الجزائر، رابضين على كل حدودها، إلى الذين يجوبون منهم أوعار هذا الوطن وسهوله من أجل اجتثاث الإرهاب المقيت من جذوره وقطع شأفه أو شأفته. التحية يواصل الرئيس، يجب أيضا في هذا المقام إلى كل أعوان الدولة في جميع القطاعات الذين يسهرون على أبنائها وترقية اقتصادها ومصلحة شعبها. ولا يفوتني أن أزجي التحية إلى كافة المواطنات والمواطنين الذين يدلون بدلوهم بما يتحلون به من إخلاص وتوثب ومن وعي بالتحديات التي لا بد لبلادنا من معالجتها في تنشيط مسارها التنموي على جميع الصعد في ازدهارها. إلى هنا تنتهي رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد النصر. شكرا لكم، عودة إليك سهام. شكرا لك وهبة عماري. الاحتفالات المخلدة إذن للذكرى 53 لعيد النصر بولاية قسنطينة احتضنتها بلدية بوزيان، حيث توجهت السلطات الولائية رفقة الأسرة الثورية إلى مقبرة الشهداء لقراءة فاتحة الكتاب ووضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح الشهداء. كما حملت دار الثقافة بالبلدية اسم الشهيد عمار فارح، عرض فيها جيل الاستقلال
أوبرات تحمل عنوان عيد النصر، وتم تكريم عائلات المشاهدين بالمناسبة. إلى ولاية وهران الآن التي احتفلت هي الأخرى بالمناسبة، وذلك بتدشين وتسمية عدة منشآت ومرافق عمومية بالمجمعات السكنية الجديدة على غرار وتليلات. عمري نهاري. 19 مارس وهران تستذكر ذكرى وقف إطلاق النار ونيل الاستقلال بتذكر الشهداء وأبطال الثورة المباركة بالترحم على أرواح الطاهرة بساحة الشهداء بوتتليلات وقراءة الفاتحة. المناسبة أيضا كانت لتدشين عدة مرافق إدارية بالمجمعات السكنية الجديدة والتي تم ترحيل ساكنيها مؤخرا على غرار مكاتب البريد، قاعات العلاج وحديقة عمومية وتسميتهم بالحدث 19 مارس. الحمد لله 132 سنة استعمار ديزاين مصر كان تاجا لكل العمل التي كانت توقع في الماضي ولثورة نوفمبر 54. التسميات هذه هي عبارة عن حفظ الذاكرة الجماعية وتسليم المشعل للجيل، جيل الاستقلال، جيل المستقبل. ولازم نحافظ على التاريخ تاعنا الجزائر. 19 مارس عيد النصر كان أيضا مناسبة لتكريم الوجوه التاريخية وبعض المجاهدين وأبناء الشهداء، وأيضا لتدشين منشآت رياضية بمديرية الأمن بوهران. من جهتها ولاية أدرار احتفلت بالمناسبة، حيث تم بساحة المدينة رفع العلم وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الطاهرة، كما تم زيارة المعرض التاريخي وتنظيم عدة نشاطات رياضية وثقافية إلى جانب تكريم الفائزين الأوائل. إلى ولاية تمرست التي أحيت ذكرى عيد النصر بتوجه السلطات المحلية إلى مقبرة الشهداء، وتم وضع باقة من الزهور على أرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب والاستماع للنشيد الوطني، كما تم غرس عدد. وبنفس المناسبة كرمت جمعية مشعل الشهيد ببلدية القبة الدكتور العربي زبيري إلى جانب مجاهدين من كبار معطوبي حرب التحرير، وذلك بحضور ثلة من المجاهدين والعائلة الثورية. وفي الذكرى نعود إلى ظلم وقساوة المستعمر، حيث أنشأت فرنسا عددا من مراكز التعذيب مورست فيها أبشع طرق التعذيب، مستعملة الوسائل المحظورة في استنطاق المجاهدين وعائلاتهم. ومن بين الذين كانوا في أحد هذه المراكز سيسليمان الذي قضى 6 أشهر بمركز ليكا المتواجد بولاية باتنا، ورغم سنه الذي تجاوز 80 سنة إلا أنه لا يزال يذكر تلك المرحلة. عبد القادر بن غنو. بوزيد سليمان مجاهد كان ينتمي إلى فرقة الفدائيين بفيدرالية فرنسا، قام رفقة فرقته بسبع عمليات بضواحي الألواغ بسانتيتيان، اعتقل سنة 61 900 ألف، ونقل من فرنسا إلى مركز التعذيب المسمى ليكا ليذوق كل أنواع التعذيب على يد الاستعمار. هذا يهبط كي البلوطة وعدي زهق ربي اللي خلقه. انت يا خوتي يا خر ما كان يا لا لا خوتك لا والو، موت كيما يموتوا الاخرين صلاة النبي. تديبا كل يوم يجيبوا يديو يجيبوا يديو، ساعة يجيبوا، ربع ساعة يجيبوا، 8 ساعة يجيبوا، 10 ساعة يجيبوه لهنا، يخليوه هنا 10 أيام 15 شهر ويقول لهم مالي ديكاج. لم يسلم أحد من التعذيب، منهم من يحول إلى معتقلات أخرى ومنهم من يستهدف بالقذائف، ولكن رغم كل عمليات الاستنطاق الرهيبة إلا أن ذلك لم يثني من عزيمة المجاهدين. ثم حتى هذاك القرنفوزي تحم لنصوبي في هذيك البلاكة ويضربوا فيه في الدار الأخرى، الدار ديركت يفوت فوق القرموت ويعقب ديركت وهو ويقيدي فيه من هنا. احنا امانه خليناها لهم في ركبتهم، هذا ما نهضرهم يكونوا رجال بنيوا البلاد لازم يقوموا بها كما قمنا احنا بها، شر وعطش شر وعطش.
برلمانيا استأنف المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم أشغاله في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس محمد العربي والخليفة مخصصة لطرح أسئلة شفوية. سؤالان اثنان موجهان للوزير الأول ونابع عنه وزير العلاقات مع البرلمان، واثنان موجهان لوزير الأشغال العمومية، واثنان موجهان لوزير السكن والعمران والمدينة. صحيا، وخلال الزيارة التي قادته إلى عدة مؤسسات استشفائية بتيميمون وأدرار، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف على أن الرقي بالمنظومة الصحية هو من أولويات الدولة. اتصل بي الأعيان قبل أن أتي إلى ولاية أدرار من رجان وطلبوا مني جهاز سكانر، فجهاز سكانر قبل ما نجيهم بعثناه راه جاره موجود وغدوة إن شاء الله نسلمه لهم. فيه أيضا مطلب ملح في أولف غدوة راح نوقف عليه، وهو المستشفى نتاع 60 سرير. المستشفى هذا جاهز الآن، فيه الطلب للحكومة درناه ووافقت عليه الحكومة بأنه يأخذ الاستقلالية تاعه. واحتفاء باليوم العالمي للغابات المصادف للواحد والعشرين مارس من كل سنة، نظمت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني حملة تشجير على مستوى حظيرة الريح الكبرى بدال إبراهيم، حيث تم غرس حوالي 300 شجرة. مبادرة وطنية تهدف من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني إلى التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والمحيط. نحن معنيون بالبيئة في إطار مهامنا الأساسية، وها نحن نجسد هذا المنحنى ولا هذا الاتجاه في إطار هذه العملية والتي تتزامن وذكرى غالية علينا إذن 19 مارس، فهو يوم كما تعرفون نحتفل به جميعا لأنه عيد الاستقلال الحقيقي، وبالتالي هذا التواجد وهذه العملية هي كلها مزيد من الانتصارات إن شاء الله لكل الأمة الجزائرية. في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت صباح اليوم أفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي للبويرة الناحية العسكرية الأولى على الساعة 7:45 إثر كمين تم نصبه بالقرب من بلدية العجيبة من القضاء على إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة تقليدية الصنع ونظارة ميدان وكمية من الذخيرة وهاتفين نقلين. من جهة أخرى، وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكن أفراد الدرك الوطني بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية 6 يوم أمس إثر عملية تفتيش لمخزن مشبوه من حجز كمية معتبرة من الوقود كانت موجهة للتهريب تقدر بأحد 11,200 لتر. إلى أخبارنا الدولية الآن والتي نستهلها من تونس، وفي الوقت الذي توالت فيه ردود الفعل الدولية عبر العديد من العواصم العربية والدولية المنددة بالعمل الإرهابي الذي خلف مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات، اليابان تؤكد مقتل 3 من مواطنيها وإصابة 3 آخرين، في حين تؤكد فرنسا مقتل 2 من رعاياها وإصابة 7 آخرين أحدهم في حالة خطيرة. نادية حسين هندل. الهجوم المباغت الذي استهدف أمس متحف البردو بتونس مخلفا 19 قتيلا وعشرات الجرحى غالبيتهم من السياح الأجانب في سابقة خطيرة أثار إدانة دولية واسعة عبر عديد العواصم العربية والدولية. الجزائر من جانبها أدانت الهجوم وأكدت تضامنها ومساندتها للشقيقة تونس في تصديها للإرهاب ودعمها للجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار، كما نددت كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاعتداء وأعرب عن تضامنهما مع تونس، بينما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم وحيت الرد السريع للسلطات التونسية على هذا العنف غير المبرر وجهودها في معالجة أزمة الرهائن، كما عبرت فرنسا عن تضامنها ومساندتها التامة لتونس. من جهتها شجبت روسيا بشدة العمل الهمجي مؤكدة تضامنها مع السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى النيل من استقرار تونس، في حين استنكرت إسبانيا بشدة استهداف المدنيين الأبرياء. هذا وأدان رئيس البرلمان العربي العمل الإرهابي الجبان معربا عن ثقته في انتصار تونس عليها، أما قطر والأردن فقد عبرتا عن تضامنهما الكبير مع الحكومة التونسية وشعبها في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.
عودة إلى الوطن وإلى الرياضة. وفي طواف الجزائر الدولي للدرجات، حيث انطلقت اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من دورة الصيف الدولية، وكان الدراج الإريتري ميكساب ديبيساي قد فاز أمس بالمرحلة الثالثة للدورة الدولية للصيف، سادس منافسة في دورة الجزائر الكبرى للدرجات 2015. فيما احتفظ الجزائري نبيل باز بالقميص الأصفر خلال هذه المرحلة التي جرت بين الصيف والعلمة، ثم العودة إلى الصيف على مسافة 115 كيلومترا. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. رئيس الجمهورية يؤكد أن عيد النصر المقترن بإعلان وقف القتال جاء غلابا وتم افتكاكه بقوة السلاح، وإصرار الشعب الجزائري على الصمود ورفضه البقاء تحت السيطرة الاستعمارية في رسالة بالمناسبة. رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر وهي تستذكر ذكرى عيد النصر تمضي قدما في ترسيخ المواطنة وتكريس السلم والمصالحة الوطنية وتجسيد طموحات الشعب من خلال البرامج الإنمائية، ويدعو من غردايا سكان الجنوب إلى الثقة في المسؤولين واعتماد لغة الحوار، ويشدد على أن صحة المواطن وسلامته خط أحمر. رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة عازمة على مواصلة الجهود وبذل كل ما في وسعها لكي يعم الهدوء في مناطق الجنوب، وسترصد كل الإمكانيات في سياستها المتوخية تعميم التطور على كافة ربوع الوطن. رئيس الجمهورية يعبر عن توجسه من النزعة الخطيرة وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها بعض الأوساط كوسيلة للوصول إلى الحكم ومحاولة بث الخوف والإحباط في نفوس أبناء الشعب، وهي رجيف لن تمس من عزيمة الشعب ومن إرادة الجبهة الداخلية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.